طيب احنا وصلنا دلوقتي لحصه التاريخ. اختاري مين يساعدك في التاريخ. تاريخ غسان. هم واقفين في التاريخ. طب ليه ما بيجوا غسان وعمر مع بعضهم؟ واحد بس. وجيه تعالى وجيه التاريخ تعالى. يلا وجيه. وجيه تعالى في التاريخ وجيه. سافر وجيه. غسان مع مايا وجيه مع سعد الصغير. ويلا على حصة التاريخ. يلا. وصلنا دلوقتي لحصة التاريخ. جاهزين للتاريخ؟ جاهزين. إن شاء الله. يلا نروح على التاريخ. يلا. يلا بينا. ازيك يا ستيفاني؟ مساء الخير عمرو. مساء النور. مساء الخير سعد. مساء العسل. مساء الخير مايا. هاي ستيفاني. مساء الخير لضيوفكم. ميرسي. كل فريق رح يسمع ويشوف مني خبرين حصل بالفتره يلي كنتوا فيها طلاب، بس كل خبر رح اقوله في غلطه لازم تكتشفوها، واكيد كل ما بتكتشفوا اغلاط اكثر كل ما بتحصلوا على علامات اكثر. اذا بتعرفوا شو هو الخطا بتحصلوا على نقطه واحده، واذا بتعرفوا تصححوا الخطا بتحصلوا على نقطتين. بس انتبهوا كثير منيح، الخطأ ممكن يكون بمعلومة أنا رح أقولها، أو ممكن يكون بالصورة يلي رح تظهر على الشاشة أنا وعم بقرأ الخبر. التاريخ صحيح ومعكم بس 10 ثواني لحتى تتشاوروا مع أصحابكم من بعد ما تسمعوا كل خبر. بحب ذكركم بهيدي الفقرة، إذا الفريق الأول ما عرف يجاوب بطريقة صحيحة مش مطلوب من الفريق الثاني أنه يجاوب محله. ماشي. جاهزين؟ جاهزين طبعا الحمد لله. البداية معك سعد، والخبر هو فني. سبتمبر 1981 أنهى الفنان أحمد عدوية تصوير دوره في فيلم أنا المجنون مع نخبة من الممثلين مثل فريد شوقي وعبد الباسط حمودة. يذكر أنه في رصيد عدوية العديد من الأفلام مثل أنياب، رحلة الرعب، الفاتنة والصعلوك وغيرها. أول حاجة عباس ما كانش في الفيلم ده خالص. صح. ما كانش معاه في الفيلم. عباس حمودة. طب تعالى نشوف إذا كان الكلام ده صح ولا غلط. صحح لنا الخبر يا ستيفاني من فضلك. الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة لم يشارك في أنا المجنون. الله أكبر. يا بلبل يا بلبل. برافو سعد. عجب. الحمد لله. بداية موفقة. لا لا أنا قلت لك التاريخ ده بتاعنا. صح. إحنا اتخلعنا للتاريخ. صح. اتفضلي حضرتك. مايا. نعم. 12 أبريل 1998 رفع الليلة فريق نادي الرياض اللبناني كأس الأندية العربية لكرة السلة عاليا، فسطر الفوز اللبناني الأول على صعيد فرق ومنتخبات الألعاب الجماعية ومنتخباتها في سجل المسابقات العربية، وذلك بعد فوزه على الفريق الجزائري وداد بفريق بنتيجة 80-72. هيدا فريق الحكمة لأنه إلي مشنطف ما بيلعب مع الرياضة. تصحيح الخبر، فريق الحكمة هو الذي فاز حينها وليس الرياضة. برافو مايا. مش عايزة يعني كان سؤالك كان سؤال فني. ماشي وجاوبت فالمفروض ان انت تبقى عارفه، لكن ده سؤالها سؤال رياضي ما معروف اصلا السؤال بتاعه معروف. عندك سؤال تاني جاهز؟ يلا يا ستيفاني. سعد الخبر فني كمان. ديسمبر 1993 من أخبارنا الفنية أن المطرب الشعبي حسن الأسمر انضم إلى أسرة مسلسل أرابيسك الذي سيعرض قريبا. يذكر أن للأسمر العديد من الأغنيات المعروفة مثل توهان، كتاب حياتي يا عين، وموال كان لي صاحب خسيس. لا هو كان في أرابيسك. أيوة. بس ما ليه صاحب خسيس ده ما كانش في المسلسل. ما كانش خسيس دي خالص. لا. متأكدين؟ متأكدين من جوابكم؟ متأكدين. إيه الإجابة؟ كان لي صاحب خسيس للفنان عبد الإسكندراني وليست لحسن. الله أكبر. صحيح. أنت لازم تعترف فعلا إن وشه حلو عليك. لا وجيه وشه حلو. لا وشه حلو عليك. وشه حلو وجيه طبعا. تمام كده. طب السؤال الثاني لمايا. مايا الخبر هو فني. تفضلي. 15 نوفمبر 1990 فارقت الحياة اليوم النجمة اللبنانية الأميرة هند أبي اللبع بعد صراع مع المرض. أبي اللمع كانت اشتهرت بثنائيتها مع الممثل عبد المجيد مجذوب في مسلسلات مثل عازف الليل، لا تقولي وداعا، حول غرفتي وغيرها. وعلى صعيد الكوميديا تألقت في المعلمة والأستاذ إلى جانب الفنان شوشو. أوكي. أول شيء ما كانت مع شوشو، كانت مع شوشو ما كان مع ما كان بالمعلمة والأستاذ، كان مع إبراهيم العشلي. يعني صلحت الغلط وقلت الجواب الصح. هون علينا
علمتني. لا 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 علمتني. بس عشان في ناس لازم يعني علمتني. سمعينا يا ستيفاني الإجابة دي صح ولا غلط؟ المعلمة والأستاذ مثلته إلى جانب الفنان الراحل إبراهيم مرعشلي وليس شوشو. برافو مايا. برافو غسان. مرسي لك يا ستيفاني، بنشكرك جدا. تاتيانا، أخبار النتيجة إيه؟ عمر، النتيجة واضحة بهيدي الحصة، في تعادل، يعني 4 لإلك و4 لمايا، بس التوتال 13 لمايا و6 لسعد. 13 مايا و6 لسعد، بس لسه مكملين. لسه مكملين. لسه مكملين. فاصل ونرجع وباك تو سكول.